one. One, تمام. And which one is attached with the pelvis bone? Lumbar. اللي هي number four, تمام. Three, four. مستر ثواني، هو four هي اللي بتأتاتش مع الجزء اللي تحت يعني؟ مش three. Four. Okay, ماشي. نورين. What is the type of the joint that found between the vertebra? تعرفي؟ لا مش عارفة. طيب تمام، اهو ده بقى يا جماعة اللي هو حصة النهاردة، بمعنى ان انا هوقف كده ايه حل وارجع تاني للحل، بس اكمل لك بقى ايه اجابة السؤال. تعالى كده بالراحة، لو تفتكر معانا كده يا جماعة المرة اللي فاتت احنا كنا واخدين فيرست هو السكيلتون، صح كده؟ كنا واخدين فيرست كنا واخدين فيرست السكيلتون، اخدنا طبعا السكيلتون اللي هو الهيكل العظمي، كان حاجتين اكزيال وابنديكولار. سكند اخدناها المره اللي فاتت الكارتليج. سريعا كده عشان الناس تفتكر مع بعض، احنا قلنا يا جماعه الكارتليج ده عباره عن كونكتيف تيشو موجود بتوين البونز، يعني بيبقى موجود ما بين البونز. طيب بيعمل ايه يا مستر اللي هو اللون الاخضر ده؟ قلنا يا جماعه لو تفتكروا بروتكت ذا بون فروم كوريجن ديورنج موفمنت از ات بروتكت ات فروم كوريجن ديورنج فراكشن، يعني وقت الاحتكاكات هي موجوده، هي بتقلل الاحتكاك. حد فاكر يا جماعه ادي عندي رقم 1 البون ورقم 2 الكارتريدج، رقم 1 البون ورقم 2 الكارتريدج. حد يعرف 1 مهمه ل 2 في ايه و2 مهمه ل1 في ايه؟ انا عايز ناس من اللي حضرت المره اللي فاتت، احنا بنكمل شرح دلوقتي وهنرجع للاسئله. اتفضل يا كمال. ايوه اتفضل. نمبر 1 البون بتدي الفود للكارتريدجز، والكارتريدج بتمنع الفريكشن بين البونز. تمام. نمبر 1 اللي هي البون بتدي الكارتليج الفود عن طريق، لو تفتكروا قلنا الديفيوجن، سوري العكس اهو كده السهم كده، يبقى المربعات دي اللي هي البون بتدي الفود للكارتليج عن طريق الديفيوجن، ان هي بتنط من هنا. اما الكارتليج اللي هي اللون الاخضر بتعمل ايه للبون اللي هي المربعات دي؟ بتعمل لها ايه؟ بتعمل لها بروتكت during friction from corrosion، تمام، اللي هو التآكل. طب تعالى كده ركز بقى. third النهارده يا شباب ان شاء الله عندنا third اللي هي عباره عن الجوينتس. حد يعرف يا جماعه الجوينتس اللي هي بالعربي؟ طب اقول انا مفاصل. المفاصل تقريبا. تمام يا كيمو. المفاصل. الله يا مستر، يعني مفصل الجوينت اللي هو الني الالبو. لا ركز بقى، ده انت عندك 3 تايب اوف جوينت، ثلاث انواع من الجوينتس. فيبروس، ليفيه، وكارتليج كارتليجنس غضروفيه وساينوفيال زلالية. آسف طبعا أنا بقول بالعربي، ركز. أول حاجة إيه؟ اللي هي الفيبروس جوينت. دي يا جماعة مش موجودة كتير في جسمنا، دي مجرد اللي هي عبارة عن الجوينت اللي بتبقى موجودة inside the skull أو between the skull bone. Between the skull bone. طب حد فاكر السكال بون كان عددهم كام تقريبا؟ حد فاكر السكال بون يا جماعه؟ اتفضل يا خالد. كانوا 8 بون. كانوا 8 بون، تمام. اللي باللون الاخضر ده يا جماعه هو الايه اللي انا بقول عليه، اللي هو عباره عن الفيبروس جوينت. مالها الفيبروس جوينت دي يا شباب؟ انا عايز اسال سؤال، مثلا هو انت لما تيجي تمسك طفل صغير اول حاجه باباه ولا مامته يقول لك على طول لو سمحت ما تضغطش على راسه؟ حد يعرف لما تقول له ليه مال راسه يقول لك راسه مالها؟ حد يعرف يا جماعه كلمه بالبلدي احنا بنقولها؟ وما بهزرش.
ايوه تمام تمام اللي رد علينا ده تمام، شكرا يا ياسمين وشكرا كريم كان هيرد كمان. يقول لك دي راسه لسه طريه، هل هي فعلا راسه لسه بتبقى طريه؟ اه، لان بيبقى فيه يا جماعه عباره عن تيشو اسمه فيبروس تيشو، ده يا جماعه ما بين البونز هنا. الفيبروس تيشو ده عباره عن ايه؟ ده بيعبر بيعمل كونكت ما بين الكونكت between البون اوف ذا سكال، يعني ما بين عظم الجمجمه، بس بيبقى بالبلدي كده بنقوله عليه طري. طب يا مستر هل بيفضل طري طول العمر؟ يعني انا راسي دلوقتي طريه؟ لا، ده هو يا جماعه افتر بقى ساكلينج ذا ميلك، يعني بعد الرضاعه، يعني او بيكام ذا اولدر، بعد ما يبقى الشخص ده ايه عمره اكبر سنه، اللي هو رضع بقى واخد الايه ناتشرال ميلك، بيترصف فيها كالسيوم وبتتحول يا جماعه تبقى بون تيشو. يا نهار ابيض، يعني الفيبروس جوينت دي، الفيبروس جوينت ده هي اللي كانت عباره عن انسجه ليفيه ليفه، يعني انسجه طريه خالص، انسجه طريه خالص، بعد ما يعمل ساكنج للميلك ناتشرال ميلك بيتحول بقى يبقى بون، بيتحول يبقى اقوى. حاجه صعبه كده يا جماعه في الفيبروس جوينت؟ حد عنده سؤال؟ طب نختار اي حد كده. ياسمين سمعاني؟ ايوه مستر تمام. تمام، يبقى الصوت واصل للكل. يبقى انا يا جماعه الفيبروس جوينت دي، ده عباره عن الجوينتس اللي موجوده ما بين بعض البونز في جسمي، مالها؟ بتعمل كونكتد بتوين الاكزامبل بتاعنا ما بين الايد بون اللي هي موجوده، السريتد بون اللي موجوده في السكال، مالها؟ بتتحول لبوني تيشو بعد ما بيعمل ناتشرال ميلك ساكلين ناتشرال ميلك، يعني بتتحول تبقى اقوى. طب ده الفيبروس. تعال كده نشوف نمبر بي، الكارتليج جوينت. يا دي النيله تاني يا مستر. الكارتليج جوينت اللي هي المفاصل الغضروفيه. طب دي موجوده فين؟ اشهر مفصل غضروفي يا جماعه اللي احنا اخدناه او شرحناه، اللي هو موجود ما بين البونز اوف ذا فيرتبرا، يعني الفيرتبرا اللي موجوده في جسمك بيبقى موجود فيها في النص هنا هو كارتليج. طيب مين شاطر لسه شارحين الكلام ده من شويه؟ الكارتليج جوين دي هيبقى ايه الاهميه بتاعتها، الامبورتنس بتاعتها؟ الامبورتنس بتاعتها طبعا بتعمل بروتكت ديورينج فريكشن، تعمل بروتكت بقى فروم ايه؟ فروم كوروجن. كوروجن اللي هو الايه؟ التآكل. ايه ده يا مستر؟ طب الحركه اللي بتعملها الكارتليج جوينت دي هل زي باقي الجوينت في جسمي؟ لا، دي بتعمل ليميتد موفمنت. يعني ايه يا مستر ليميتد موفمنت؟ يعني انا هنقسم لك الجوينت كمان شويه، ان في جوينتس ما بتعملش موفمنت خالص زي دي دونت موف اللي هي الفيبروس، وفي دي ليميتد، يعني انت تقدر تحرك العمود الفقري بس بتحركه حركه بسيطه. هل حركه كامله كده زي الباقيين؟ طبعا لا، استحاله، ما بتبقاش زي الباقيين، بتبقى حركه بسيطه. حاجه صعبه كده يا جماعه في الكارتليجينس جوينت؟ طيب النوع الثالث والاخير، النوع الثالث والاخير يا جماعه اسمه ساينوفيال جوينت سي. دي بقى معظم most of our joints in our body is called synovial joint، يعني المفاصل الزلالية دي يا جماعة بتغطي معظم المفاصل اللي في جسمك. طب المفصل، المفصل هنا بيبقى عامل ازاي؟ بص كده يا جماعة ركز معايا، البوم بالأسمر، يبقى رسمت لحضرتك البوم بالأسمر. عندنا الأول أهو باللبني، we have a delicate layer. يبقى تاني كده يا جماعة، تاني كده شباب بالراحة، ادي البون وادي بون، ما بين اي تو بون في جسمك في طبقة. الطبقة دي يا مستر، الطبقة دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن طبقة رقيقة،
اسمها ايه يا مستر؟ ديليكيت لاير. طيب بص كده بقى جوه، ده عبارة عن حاجة اسمها سينوفيال ليكويد، يعني سائل زلالي. زي بالبلدي كده يا جماعة بياض البيت. طب ده بيبقى عبارة عن ايه يا مستر؟ ده عبارة عن فلود بيعمل ايه؟ بيعمل فاسيليتيت سلايدنج داون، يعني بيعمل تسهيل لعملية ايه؟ ان الحركة نفسها بتبقى موجودة هنا. يبقى تاني ايه synovial joint؟ دي عبارة عن الجوينت اللي موجودة في معظم جسم، most of our body tissue. طيب مالها يا مستر؟ بتبقى flexible مرنة، مش زي بقى الايه الكارتيليجينس والفيبروس. طيب مالها يا مستر؟ allow the movement easily، يعني بتساعدني على الحركة بسهولة. طيب بتتميز بايه؟ ان في الاول طبقة بت ايه رقيقة بتبطن اي عظمتين قريبين من بعض في synovial joint، وبيبقى فيه في النص synovial liquid يعني سائل زلالي. هو بقى هيخلي يا جماعه الليكويد ده، هو ده بقى اللي هيخلي الليكويد ده يا جماعه هيخلي بقى الجوينت مالها سهله في الحركه. طب انواع الجوينت هنا يا مستر في الساينوفيال دي مالها؟ ركز كده معايا. الساينوفيال نوعين، ليميتد ووايد. limited movement joint wide movement joint. هقول لك مثال وانت اللي تشرح. مين يقول لي ايه الفرق ما بين الالبو والني؟ سوري، الالبو والشولدر. حد يرفع ايديك يا جماعه ويقول لي ايه الفرق ما بين الالبو والشولدر؟ ها يا شباب، حركة القلب اللي هو الكوع والشولدر. حد يعرف الفرق ما بين حركة ده وحركة ده؟ اتفضل يا كيمو. القلب بيتحرك فريلي، قصدي القلب بيتحرك ليميتد والشولدر بيتحرك فريلي. طيب في رأيك يعني كلمة ليميتد بقى بيتحرك في كام دايركشن؟ ليميتد يعني بيتحرك مثلا دايركشن اتنين مثلا. هو وان دايركشن، يعني حضرتك لو مسكت كده القلبه، لو كل اللي قاعدين يا جماعه شايفين صورتي كده تمام، القلبه انت بتحركه في اتجاهين بس، اهو في اتجاه واحد بس، اب وداون اهو. اما الشولدر لا، ده انت بتحركه في كل الاتجاهات. يعني انت لو بصيت كده يا جماعه اهو، انا هوقف الستوب شيرنج اهو خالص واتكلم مع سيادتك اهو، صورتي واضحه يا جماعه للجميع تمام؟ شايفني كده كريم؟ شايفني يا خالد؟ طيب بص كده يا جماعه اهو، ايوه ادي القلب اهو، حركه القلب يا جماعه اب اند داون تمام. اما حركه الشولدر ان اول دايركشن. يبقى انت كده يا جماعه انت عندك وي هاف تو تايب اوف synovial joint. synovial joint نوعين، limited which allow the movement in only in one direction اللي هي عباره عن limited movement، اما الوايد movement joint اللي هي which allow the movement in a in all direction او different direction. طيب تعالى كده يا جماعه نرجع بقى نقفل نعمل ايه شير السكرين تاني اهو. لو سالت حضراتكم كده يا جماعه مين يقول لي كده؟ شباب انا لو جيت بقى قلت لك مثال تاني، الني على جنب اهو، حد يعرف يقول لي كده الني؟ ارفع ايدي بقى هحطها في اهله نوع. هتبقى في الليميتد. شكرا يا محمود. تمام ليه يا محمود؟ عشان ليها وان دايركشن بس. تمام ليها وان دايركشن، ليها موف ذا اب اند داون. تمام طيب نكتب مثال تاني، الريست، الريست اوف يور هاند. مين يقول الوايد؟ الوايد تمام يا منى. طيب البلفز، البلفز جوينت اللي تمسك كده المفصل بتاع الفخذ بتاع رجليك، حد يرفع ايديك يا جماعه ويحل؟ وايد. وايد تمام يا محمود، رفعت ايديك ما شاء الله شاطر. يبقى انا كده يا جماعه رجعت مع حضرتك الكارتريج،
وقفلت مع حضرتك الجوينت، عندنا ثلاث انواع من الجوينت. شكرا يا حوده. نمبر 1، نمبر 1 اللي هو عباره عن الفيبرو جوينت اللي احنا قلنا موجوده ما بين بعض، سام اوف اور بودي اي بون لوك لايك ذا جوينتس اوف اور هيد اللي هي اور اي سكال، مالها بتتحول بتبقى بيكام سترونجر ذان ذا اذر اي افتر اولدر، لما يبقى الشخص ايه اكبر في السن. طب قلنا مش مذكور السبب، لان هو طبعا لما بيعمل ساكنج للناتشرال ميلك بيتحول من فيبروس لي لبون، تمام كده. بعد كده يا جماعه اخذنا الجوينتس الثانيه اللي هي عباره عن الكارتج، ودي شرحناها بالتفصيل المره اللي فاتت، يعني هتبقى موجوده معاك في الفيديو بتاع المره اللي فاتت، لان دي عباره عن نوع من انواع الكونكتيف تيشو اللي هو الكارتلج اللي احنا قلنا بيعتمد فيه الكارتلج على البون مثلا في الفود، وهي بتعمل بروتكت فروم ديورينج فريكشن فروم كوروجن، ودي موجوده في بتوين الفيرتبرال كولا الفيرتبرا او فيرتبرال كولم. اخذنا الساينوفيال جوينت تركيبه بون وبون ما بينهم ديليكيت لاير، وعندنا في النص عباره عن ساينوفيال ليكويد، ده الديليكيت لاير بتعمل ايه بروتكت الفريكشن، والساينوفيال ليكويد ده اللي هو بيخلي الفاسيليتيت الموفمنت. وحددنا انواعها نوعين ليميتد ووايد. طيب تعالى كده بالراحه يا شباب، فورس الليجمنتس، اللي هي الاربطه، مين شاطر يقول لي اشهر رباط في جسمي؟ محمود بطيشة، الرباط الصليبي. برافو عليك، الرباط الصليبي اهو ده اللي عند حضرتك. الاول بس لازم تعرف الليجمنتس دي بتربط ايه بايه. الليجمنتس يا جماعه بتربط ما بين بون وبون، يبقى بون وبون، ادي الليجمنت اللي في النص اهو بيربط ما بينهم هما الاثنين. طب يا مستر ما ثانيه واحده بقى بالبلدي كده، طب انا عندي مثلا ساينوفيال جوينت بيبقى فيه ساينوفيال فلود وبيبقى فيه ديليكيت لاير اللي هي الطبقه السموث اللي احنا قلنا عليها، انا ليه بقى زودت الليجمنت ده؟ حضرتك احنا زودنا ربنا سبحانه وتعالى زود الليجمنت يا جماعه عشان انت يبقى فيه مساحه صغيره ان هو ممكن يعمل استريتش للليجمنت ده هوت ديورنج موفمنت، يعني هو بيبقى ايه رابط البوم بالبوم ببعض ماشي، بس بيبقى برضه بيحدد الايه الموفمنت، ما بيخليش بقى الموفمنت معلش بالبلدي كده ايه لو ما كانش موجود كان رجليك دي ممكن تتفك، يعني هو بيربط بوم بمو، يعني هو بيساعد مع الجوينت. طب يا مستر ده شكله عامل ازاي؟ طبعا احنا هناخد الليجمنت اوف ذا ني، لو سمحت حضر ورقه وارسم معايا، يعني انا المفروض دلوقتي لو ببص على الكاميرات انت بتحضر ورقه، يعني شايف خالد اهو بيجيب ورقه اهو وهيبدا يرسم معايا. تمام، حضر ورقه كده يا جماعه وابدا ارسم معايا الايه الني ليجمنت. طب الني ليجمنت دي يا مستر عامله ازاي؟ ركز كده بالراحه، انت بترسم اول حاجه بون كبيره من فوق اهو، حد فاكر البون الكبيره دي اللي اسمها ايه؟ بما ان دي الني، ايه اللي فوق الني؟ اتفضل يا كمال. فيمر. فيمر تمام، تعال كده بالراحة، عايز الأستاذ كريم. كريم يا مستر تحت يا كريم، هرسم التو بون، بون رفيعة وبون تخينة، ايه رأيك نسميهم ايه؟ تيبيا والفيبيولا. ايوه خلاص بقى، بص بقى ثبتت بقى، تيبيا اللي هي الانر ودي الايه الفابيولا. تمام شكرا، يا ريت الناس تكون بترسم معايا. انا هظلل للبون اهو اللي تحت، ودي البون التانية، واظلل للبون اللي فوق بنفس اللون اهو، عبال ما سيادتك تخلص رسم. يبقى عندنا بون كبيره بون صغيره. طب تظل اللي هي مستر عشان يبان لي الفرق بس، ليه؟ لان انا حاجه ارسم بقى يا جماعه، ركز كده، هرسم كده حضرتك،
بص انا على جنب اهو اهو، تعمل كده وزي شكل 3D من ورا كده، تعمل ايه اصغر او اقصر. الشكل الطويل ده اسمه posterior anterior sorry cruciate ligament، رباط صليبي امامي، وده posterior cruciate ligament. يبقى ده anterior وده posterior cruciate ligament. اتفضل يا كريم. مستر معلش، هو فين فين يعني؟ مش فاهم فين posterior وفين anterior. تمام، بص كده حضرتك، لو انا برسم لك على جنب اهو، شايف كده؟ ايوه. ورسمت لك كده من ورا دي كده نازله وراها، مين الانتيرير اللي واضح قدامك اللي هو ده، تمام، وده اللي هيلف بقى من ورا، يبقى ده الايه البوستيرير. هما الاثنين لازقين في بعض يعني، هما الاثنين ابيض قصاد بعض، هو عشان كده بيبانوا تحت الميكروسكوب زي الصليب كده، عشان كده يقول لك رباط صليبي. تمام، ركز بقى يا جماعه، رباط تاني بقى اهو اللي هو باللون الاخضر ده اسمه lateral collateral ligament، وده اللي بينقص الطلبه كل سنه في الامتحان، يجي يقول لهم اللي بيربط ما بين الفيمر والفابيولا اسمه ايه؟ فيمر وفابيولا، اسمه lateral collateral ligament. طب الناحية التانية آخر رباط أهو، أهو اللي هو يربط بقى بين الفيمر والإيه؟ والتابيا اللي هو الأخضر ده، ده اسمه ميديال كولاترال ليجامنت. دي اغلس رسمه. طب يا مستر انت بتعلمها لنا ليه مع انه جه في سنه اللي فاتت لغاها ما جابهاش عليهم؟ لان حضرتك ممكن يجي بقى السنه دي عليك، وبعدين رسمك للشيء نفسه يعرفك وانت بترسم كده انا كده بربط ايه بايه. مين شاطر يقول لي كده يا جماعه، الفيمر بالتيبيا مرتبطه بكام ليجمنت؟ شوف كده هما التوتال كام، هما التوتال كام ليجمنت وحدد بقى. حد يرفع ايديه كده ويحاول. اتفضل يا خالد. ثلاثة. تمام يا خالد، هما التوتال كام واحد يا خالد؟ أربعة. أربعة، أدي واحد anterior التاني posterior medial ولاترال. قلنا فيمر بتيبيا يبقى واحد اخضر اهو واثنين احمر يبقوا ثلاثة. اما لو جيت قلت فيمر بالفيبيولا هتلاقي ايه؟ واحد بس، وده اللي بيطلبه في الامتحان او بيأكد عليه في الامتحان. طيب السؤال بقى، حد يعرف يا جماعة احنا قلنا ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل استريتش المسافة قليلة خالص يديك موفمنت اكبر. مش فاهم يا مستر يعني ايه؟ يعني انت وانت ماشي لما الركبة يا جماعة تتفصل كده وانت عمال تتحرك الليجمنت ده بيتفرد معاك. بس حد يعرف وات هابن بقى if we have a tall stretch for this ligament؟ يعني ايه tall stretch يا مستر؟ يعني بالبلدي كده رحت عامل stretch جامد للركبه. حد يعرف ايه اللي يحصل يا جماعه؟ ممكن ايه اللي يحصل هنا؟ محمود بطيشه المفروض بما انه هو كان فاكر فاكيد هيعرف. حوده، تعرف ايه اللي هيحصل يا حوده؟ معلش يا مستر، ممكن تعيد السؤال تاني عشان بالبلدي كده لو عملت كومبليت تويست للني، يعني معلش تنيت الركبه تانيه جامده. ايه اللي يحصل؟ الرباط الصليبي او الليترال هيتقطعوا يعني. هيتقطعوا، تمام. القطع ده بقى بيتطلب ايه بقى يا برنس؟
ايه عمليه جراح يعني عشان اللي هو اللي هو الله ينور عليك سيرجيكال انترفينشن يعني تدخل جراحي. يبقى انا يا جماعه التدخل الجراحي ده بيحصل امتى؟ لما بيحصل كومبليت تويست للني، يعني الني دهيت يحصل لها ان انت لفتها لفه كامله بعد الشر، تلاقي اللعيب الكره نزل كده على ركبته فاتقطمت تحتيه، فده ممكن يا جماعه يعمل قطع كامل. القطع الكامل ده بيتطلب ان هو يعمل عمليه جراحيه. طب يا مستر هو ممكن ينفع يتحرك وهو مقطوع عادي بس هيحس بألم؟ حاجه صعبه كده يا شباب. اخر حاجه في الليسون ده قبل ما نروح لاخر حاجه نشوف مع بعض الصور بتاعتنا لحد الجزء اللي احنا اخدناه ده. طبعا ادي صوره بقى ايه طبيه كامله، لان هو مزود لك بقى هنا ايه القوائم المستعرضه دي مش هتاخدها دلوقتي طبعا. اتفضل يا كريم. عشان كده المكان كله يبقى اسمه ايه معناته؟ النيه بقى ركبه نيه ليجامنت اربطه الركبه. طبعا يا جماعه ادي الساينوفيال ايه الفيبروس جوينت اللي احنا قلنا عليها. ادي الساينوفيال جوينت، ادي الديليكيت لاير بتبقى هنا ماشي، وده الليكويد اللي في ايه بيبقى في النص اللي بيبقى مالي في الكافيتي ده. ادي الثلاثه مع بعض اهم، فيبروس كارتليج ساينوفيال. تعالى بقى اخر حاجه، اخر حاجه يا جماعه عباره عن ايه؟ ناس معايا؟ كريم سامعني؟ بس ايوه بس تمام. بص بقى يا شباب عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها تندونز. اخر حاجه تندونز. يعني ايه تندونز يا مستر؟ اللي هي اوتار. احنا اخدنا كده الاربطه اللي هي الليجامنتس، ودلوقتي هناخد التندونز اللي هي الاوتار. ايه الوتر ده يا مستر؟ الوتر ده يا شباب لو جينا شرحناه، تعالى كده اهو، التندونز دي بتربط بقى ما بين ماسل وبون، يبقى ما بين عظمه وعضله عندنا التندونز في النص. عندنا التندونز في النص اللي هو الايه الوتر. طب يا مستر ده ليه؟ مين شاطر يفكر كان الكلام ده المفروض عليه جونيور 6؟ حد يعرف المصل تعمل ايه للبون والبون يعمل ايه للمصل؟ ناس معانا؟ كمال معانا؟ ايوه يا مستر بس انا ما اعرفش. تمام ما تعرفش ماشي. طيب هي المصل بتعمل ايه كمان؟ عضله، العضلات بتعمل ايه؟ هيل بين ايه اند ايه؟ حركتين. اتفضل يا خالد. تعمل كونتراكت وريلاكس. تمام كونتراكت. تمام يا خالد. يبقى المصل، تمام يا كمال معلش انا النت عندي تقيل بس ماشي. يبقى المصل، المصل هيلب ان ذا موفمنت اوف ذا بون، والبون اخدناها خلاص خلصناها بتعمل سبورت للمصل، بتعمل تدعيم للمصل. يبقى هما الاثنين مرتبطين ببعض. مين اللي بينقل بقى الحركه او بيدعم؟ التندون بقى اللي في النص ده. يبقى الوتر اللي في النص ده هو اللي بينقل الحركه. طب يا مستر انا عايز مثال لوتر. اكتر او اشهر مثال لوتر يا جماعه وتر اسمه اخيلس تندونز. اخيلس تندونز مكانه فين يا مستر ده؟ ده حضرتك موجود فوق الهيل، فوق الايه الكعب. حضرتك حط ايديك كده يا جماعه على كعبك دلوقتي بس فروم ذا باك من الخلف، هتلاقي حاجه كده يا جماعه بوينتد محدده قوي في جسمك من ورا، اخرها عضله السمانه دي. ايه ده يا مستر؟ هو ده اسمه اخيلس تندونز؟ ده بيعمل ايه؟ ده اللي بيربط ما بين حاجه اسمها جاسترو سينماس ماسل اللي هي عضله السمانه، وما بين الهيل، الهيل اللي هو الايه؟ الكعب. يبقى تاني ادي يا جماعه
جاسترو سينماس مسل وادي الهيل اللي هو الكعب بيربط ما بينهم ايه اللي انا بقول لك عليه ده اللي هو بالاصفر ده ده اسمه ايه يا مستر ده اسمه اخيلس تندونز وتر العالم اخيلس طب ده بيعمل ايه زي ما قلنا ده هو اللي بيعمل ترانسبورت للموفمنت بتاعه المصل للهيل عشان يساعدك تتحرك طب تعالى كده لا قدر الله نشوف كده ان هو بيحصل له بعض التيرنج يعني ايه التيرنج التآكل ممكن يحصل له تآكل حته كده صغيره تبدا تتاكل منه ايوه يا مستر هو التآكل ده بيحصل بسبب ايه التآكل ده يا جماعه بيحصل بسبب ثلاث حاجات ممكن vigorous effort يعني ايه يا مستر vigorous effort يعني حضرتك ايه أداء أو حاجة مجهود عنيف في المكان ده ممكن sudden contraction للمصل يعني يا مستر sudden contraction للمصل يعني المصل دي أنت كنت قاعد فقمت جريت فجأة فعملت contract فجأة فده ممكن يقطع التندون ده يبقى sudden contraction و vigorous effort ممكن يا جماعه لوز الاستيكيتي اوف ذا ماسل يعني بالبلدي كده الماسل حصل فيها شد عضلي فبقت ايه جامده فحضرتك الشد ده بقى مأثر عليها طيب بالراحه كده يا مستر انا كده اوريدي خلاص بقى عندي الاسباب الاسباب ان هو يتقطع او يتاكل ازاي قلنا فيجروس ايفورت أداء عنيف sudden contraction يعني أداء أو عضلة حركة عضلية مفاجأة lose elasticity يعني المرونة بتاعة العضلة باظت فأنا عمال أشد فيها بالبلدي كده فممكن يتقطع طيب يا مستر ده يعمل إيه؟ لا قدر الله لو حصل الموضوع ده يا جماعة يحصل ثلاث حاجات بالترتيب كده أول حاجة acute pain يعني الشخص يبقى عنده ألم شديد في المكان ده heavy in walking يعني حركته تقيلة number 3 ممكن بقى توصل inability in walking حد يعرف هو الشخص امتى بقى ما يقدرش يتحرك يعني يبقى عنده inability in walking حد يقدر يفكر امتى لو ربطت بقى الليجامنتس بالتندونز هتعرف والله امتى الشخص ممكن ما يعرفش يتحرك برجليه يعني اتفضلي روان اذا حصل له شد عضل لا انا بتكلم على التندون يا روان اللي احنا بنشرحه دلوقتي احنا قلنا اتفضل يا خالد او الوتر او الاربطه اتقطعت لو الاوتر بقى لو الوتر بقى اللي هو اخير التندونز ده بقى اتقطع قطع كامل مش اتاكلت منه حتة صغيرة طب ده يا مستر حلوله ايه في يا جماعة حلول تدريجية انا دركت لك وعايزك بعد ما تسمع الشرح في الفيديو تدرجه في المعاصر عشان تبقى فاهم احنا قلنا المهم نبقى فاهم قلنا اول حاجة acute pain يعني ألم ان الشخص يبقى عنده ألم في المكان ده بعد كده heavy in walking يعني يبقى في حركة بس الحركة تقيلة ممكن يوصل لأعلى حاجة بقى لا inability in walking طب دي تتحل ازاي يا مستر ثلاث درجات بقى يبقى التريتمنت الحلول عندنا ثلاث درجات الحل الاولاني العلاج بقى نمبر 1 ان انا استخدم انفلاماتوري انتي انفلاماتوري ميديسن دي كلنا بنسمع عنها انفلاماتري يعني التهاب انتي انفلاماتري مضاد للالتهاب انتي انفلاماتري ميديسن يعني ادويه مضاده للالتهاب او انالجيسك ميديسن او دراجز يعني ادويه مخدره اللي هو يا جماعه بالبلدي كده احنا اكيد نسمع عنها كتافاست وكوتوفان او بنادول
اللي هو انا عندي صداع، عندي الم، عندي حاجه، يقول لك خد كوتوفان. طب الكوتوفان ده هيعمل لي ايه؟ او الكتافاست هيعمل لي ايه؟ هيزيل الالم بس ازاله مؤقته. طب والانتي انفلاماتوري ميديسن دي ادويه مضاده للالتهاب عشان المكان ده ما يورمش بالبلدي كده. طب ده يا مستر الحل الاول. الحل الثاني ميديكال سبلانت. يعني ايه يا مستر ميديكال سبلانت؟ يعني جبيره طبيه. يعني ايه جبيره يا مستر؟ اللي هو حضرتك بتبقى حته معدن او حته خشب في المكان ده وتلف، اللي هو بقى في رجليك بقى من ورا تحت، اللي هو حضرتك لا قدر الله لو الحاجه ما اتجبستش. فاهمين يا جماعه؟ يعني لو في بعض الاحيان ايديك ما اتجبستش مثلا، حصل فيها التواء او حاجه، يقول لك لا ده انت هتجيب لي بقى دعامه هنا، الدعامه دي هتثبت ايديك عشان اي حركه خطر على ايديك في المرحله دي. طيب اخر نقطه، اخر نقطه اللي هي عباره عن سيرجيكال انترفينشن. حد يعرف امتى بقى هتدخل جراحي؟ مين شاطر يفكر؟ قول يا ابو خالد. قول يا محمود. ماشي قول يا محمود. اللي هو لو اتقطع خالص. لو اتقطع خالص بقى يبقى ديورنج بقى الكومبليت تيرنج. يبقى تاني التندون ده يا مستر، التندون ده بيربط ما بين مصل وبين بون. طب بيعمل ايه يا مستر؟ هو اللي بينقل الحركه. طب زي ايه؟ زي اخيلس تندون، رابط ما بين جاستر وسينمس مصل اللي هي السمانه والهيل اللي هو الكعب. التندون اللي هنا ماله؟ ممكن لا قدر الله يحصل له تيرنج، تاكل. ده لو حصل فيجروس ايفورت يعني مجهود عنيف، سادن كونتراكشن مصل يعني ان الايه الجاستر وسينمس مصل دي حصل فيها كونتراكت مفاجئ، لوز الاستيكيتي يعني فقدت المرونه بتاعتها. طيب يا مستر ده بيحصل ايه؟ اكيوت بي يعني لو حصل ممكن يحصل لي الم عنيف في المكان ده. هيفي ان ووكينج يعني تقلام في الحركه. انابيليتي اوف ووكينج يعني انعدام في الحركه. طب يتحل ازاي؟ انتي انفلاماتوري ميثودز ميديسن يعني عباره عن مضادات للالتهاب، او انالجيزك دراجز اللي هي عباره عن قلنا مضادات لل يعني مسكنات. ميديكال سبلنت جبيره طبيه. ممكن بقى يبقى سيرجيكال انترفينشن ده في حاله الكومبليت تيرنج. اخذنا الليجمنتس وقلنا بتعمل ايه والشرح بالرسم بتاعها. اخذنا الجوينتس بانواعها اللي هما فيبروس كارتليجينوس وساينوفيال، وخدنا تحت الايه ساينوفيال نوعين. شوف بقى نرجع تاني للسؤال اللي هو كان في اول الحصه اللي احنا شرحنا الحصه بسببه. تعالى كده نرجع لنورين. نورين ايوه يا مستر. وات از ذا تايب اوف ذا جوينت بقى يا نورين؟ تبقى كارتليجينوس. كارتليجينوس جوينت تمام. اند وات اتس تايب اوف موفمنت؟ ها الموفمنت هنا مالها؟ ليميتد. برافو شكرا. ده انا شرحت السؤال، شرحت الحته دي، شرحت الحصه كامله عشان السؤال ده. شكرا يا نورين. تعالى اللي بعده. وقفنا عند نورين، نبدا من اول تاني. 2 4 6 8 ايوه تمام. منا يلا يا منا. What is the type of vertebra number 1؟ سؤال نمبر 3 يا منا. هتكون سكرن. لا سوري لامبر. لامبر. And what is the number according to the vertebra of vertebral column؟ 24. متأكدة؟ لا 23. هي نمبر 1 دي اللي قبل الأخيرة. هتكون 23. تمام. احنا كان عندنا 20 21 22 23. تمام. نمبر بي يلا بطيشة. What is the type of joint؟ طبعا لسه قايلينها vertebra number 1 قلنا cartilage. نمبر سي are the cartilaginous joint between the vertebra of structure number 3 and why؟ هل في هنا joints؟ لا عشان هم fused اساسا. تمام شكرا يا نجم. طبعا الفيرتبرا رسمناها. نمبر 4 يلا يا خالد. Why what does this figure represent؟
خلود الفيرتبرا الفيرتبرا تمام رايت ذا ليبلز. قول بقى خالد بالمره الله يكرمك. نمبر 1 دي سنترم تمام. نمبر 2 قول ترانسفيرس بروسيس تمام. نمبر 3 النيورال سباين تمام. نمبر 4 نمبر 4 الانتيريور ارتيكوليتنج بروسيس لا بوستيريور 5 هي الانتيريور 5 الانتيريور ولا نمبر 6 النيورال رينج تمام. نمبر 3 يلا يا كريم. What important structure number 6 لما صار هذا المحل تاج دي this structure is considered a part of a skeleton axial axial skeleton تمام. يلا يا ابو كمال what is the importance of structure number 6 spinal cord بي سلايد جواها تمام اللي بيبقى فيها spinal cord تمام. it formed by through the vertebral column the channel which a during as the spinal cord a move or protect. ياسمين يلا ياسمين write the label of number 1 to number 4 روان يلا روان number 4 من number 1 to number 4 number 1 هتبقى الفرونتال بورت برافو. نمبر 2 التيث تمام. نمبر 3 الجو لاين اللور جو اللور جو تمام. نمبر 4 الكريفيكال بورت تمام. الله ينور يا روان والله انا قلت مش هتبقى مش هتذاكر زي باقي السنين. ماشي يا روان اسهلتيني صراحه انت وبطيشه. نمبر سي يلا يا أستاذة نورين What is the name of the cavity that found in the posterior part? Foramen magnum. Foramen magnum تمام. It's the function function بتاعته Attaching the spinal cord with spring تمام. يلا يا منى فوال What is the type of the joint? فاكرة الجوينت اسمها ايه؟ Fibers تمام. fibrous joint تمام اللي احنا قلنا بتتحول لبون after ايه time. طبعا الرسمه دي احنا حليناها مع بعض بس يلا نحلوها برضو. بطيشه يلا بطيشه ده الفيرتبرال كولم ده سوري الريب كيج اند ذا بيكتورال جيردل رايت ذا ليبل يا بطيشه من 1 ل 6 ال1 هتبقى الكلافيكال تمام. نمبر 2 السكابيولا نمبر 3 نمبر 3 الاسترنال نمبر 4 الريبس تمام. نمبر 5 الفلوتينج ريبس الفلوتينج ريبس تمام. يلا يا خالد what is the type of the vertebra that are attached to number 4 thoracic vertebra تمام. determine the first vertebra that attached to number 5 عايز لنا بتاع thoracic vertebra. لا ما انا عايزك بقى تكمل بقى اللي بعديها كمان نمبر دي والعدد نمبر ال 18 وعايز اول واحده اللي الفيرست فيرتبرا ال 18 وال 19 تمام. يلا يا كريم why does the structure number 4 move anteriorly and laterally الريبز بتتحرك لقدام ولورا بروتكت ذا هارت واللنجز لا help inspiration and expiration تمام. هنحل يا جماعه الباقي بقى يعني البيج اللي باقي اللي باقيه دهيت يعني البيج 18 هتبقى هوم ورك بقى واللي حلها يا ريت يعني عشان في حته طبعا طبع الايه الجوينت ونكمل البيج اللي بعديها. طيب ناخد كده يا جماعه واحده ناخد بس الابر لمب ده. يلا يا كمال حلو ايوه يا مستر اتفضل يا ابو كمال الليبلز نمبر 1 10 1 سكابيولا 2 اولنا 3 راديوس 4 الفور ارم 5 ريست 6 بالم 7 ما بعرفش انطقها
فالانجس اه ماشي 8 هاند بونز تمام 9 هيومرس تمام 10 جلينويد كافيتي تمام بس كده تمام. شكرا ياسمين What is the role of structure number 10? يلا ياسو ياسمين خرجت شكلها وما دخلتش تاني روان هي دي ما كانتش هومورك اصلا بس هي دي كانت فيها الشولدر جوينت فيها الجلنويد كافيتي اللي هو الهيد اوف ذا هيومرس بتعمل ايه فاتن ات فورم ذا شولدر جوينت ماشي يبقى دي اخر سؤال يا جماعه بما ان روان ما حلتش يلا نورين What is the type of movement in instruction number 3? Move right or left freely. لا كان في حاجة اسمها semi circular movement. صح صح وانت بتذاكر يا نورين بعد اذنك. اسمها ايه؟ ايوه semi circular movement. عايزة تركزي في المذاكرة يا نورين واحنا لسه قليلين كده في الايه في كمية المعلومات. منا؟ Which number 1 or number 9 contain the glenoid cavity? 1 1 تمام اللي هي السكابيولا mention the type of joint يلا يا بطيشه هتبقى الشولدر جوينت ايوه دي نوعها ايه ليميتد ولا وايد الشولدر لا وايد تمام و9 و4 يا خالد 9 مع 4 دي اللي تبقى ليميتد ليميتد طيب الناس معايا يا جماعه باقي الورقه دهيت هو الورق ده خالد انا بعته لكم دي اه بعد الباقي لا دي اخر صفحه موجوده تمام يبقى لك يا جماعه 8 و9 و10 هوم ورك ماشي مع استكمال بقى بقيه الايه الجيف ريزون والحاجات ديت اللي هتبقى لا يعني هيبقى مثلا فاضل لك واحده اثنين والباقي ده احنا بنحلوه مع بعض هنا ايه دايركت في الحصه ان شاء الله او هبعته لك برضه يعني ان شاء الله انا كده ايه دي الحصه دي ورقه الكام كده ثانيه واحده دي 17 يبقى انتوا عايزين ال 17 وال 18 بس كده 17 وال 18 هبعته لحضراتكم على الجروب اهو هوقف بس